حلو جدا، وبنتمنى لك اكيد التوفيق، ونعرف بقى من خلال الصور دي طبعا فعاليات مختلفه. دي فبرضو ندوة. حضرتك عرفينا بالظبط. لا دي كان احتفال مجمع ما بين لجنه المراه ولجنه الطفل. خلينا نقف بس عند الصور شويه يا جماعه، الاستاذه نداء بتتكلم عن ده اللي فاتت. ده كان احنا طبعا في تعاون كبير جدا بيننا وبين اللجان. احنا في الاساس زي ما حضرتك قلتي كده ان احنا كنا في الاساس لجنه المراه، فلجنه المراه احنا يعني جواها احنا مع بعض كلنا اصحاب، في يعني في لينك بالظبط، لينك جامد جدا مع بعض. فاحنا طبعا دول اصحابنا كلهم بتاع لجنه المراه، فكنا مع بعض في احتفاليه معينه. تمام. ده حدث من الاحداث اللي احنا كنا بنقدمها من ضمن الندوات وكده، بس ده حدث خارجي يعني مش جوه النادي. لا 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 يعني بتطلعوا كمان بره حدود النادي في بعض الاحداث يعني؟ لا يعني احنا كل دي صور شخصيه بتاعتي انا. اوكي. ده كورس الرقابه الاداريه، انا خدت الكورس ده. حلو قوي. انا مش راضيه اتكلم يعني. لا لا لا. وده برده كان حقيقه ده كان ملتقى كان خارج النادي، بس كان من جوه النادي مجموعه كبيره من الناس اللي جم اتكرموا، والمحافظ كرمهم. كان رئيس لجنه الشباب كان متكرم، استاذه سهى ابراهيم كانت متكرمه. كان في احد يعني مجموعه من الناس التقوا معانا في الملتقى الدولي للشباب المبدع، وكان فيها احد المحافظ كرمهم وقتها يعني نتيجه رياده الاعمال والشباب وشغلهم وكده. ده برضو من ضمن الملتقى برضو. اوكي. ده كان اليوم اللي هو اليوم الترفيهي اللي احنا عملناه في مدينه نصر. الحقيقه لقى اعجاب كبير جدا جدا جدا، كان قبل الجمعه اللي قبل الدراسه. كان عملنا لهم يوم ترفيهي بعد الكورونا بقى وكده، فكان الناس شغوفه بالموضوع. احنا ده احنا عرضنا في البرنامج على فكره لقطات من الاحتفاليه دي، واحتفاليه تانية كانت معموله في فرع الجزيره، وكان واضح انه فعلا يعني يوم لطيف جدا، وكل الناس كانت في قمه السعاده. لا الناس كانت مبسوطه جدا جدا. واحلى حاجه كريمه انا اقول لحضرتك على حاجه بقى فيها، ان احلى حاجه وانت بتشتغل مع الطفل ان انت بيستجيب معاك رد الفعل نفسه، بتلاقيه قدامك وهو مبسوط ومامته وباباه مبسوطين. فانت بتلاقي نتيجه تعبك ومجهودك ما راحش يعني. لا خالص طبعا. وتلاقي بقى الناس باعتين لك على الخاص. ده كانت ندوه عن الطرق الامنه للاولاد على اساس قبل الدراسه، وازاي ان احنا نعلم اولادنا. دي كانت عباره عن مسابقه، كانوا عاملين بلان كده على الارض ان هم بيعرفوا الناس ازاي يعدوا بطريقه امنه، وكانوا بيلبسوهم نظاره. النظاره دي بتحسس الواحد ان هو واخد اوفر دوز او شارب حاجه، وازاي وهو ماشي على الطريق ده وبيخلوه يمشي على التراك، وهو ماشي على الطريق ازاي بيحصل عنده حاله خلل وعدم توازن، وايه اللي بيحصل له في العربيه وهو ماشي كده. جربوها مع الكبار والصغار. اوكي. فعملناها مرتين. عملناها حاجات مفيده جدا جدا. والله ما انا هقول لك دلوقتي حاجه، احنا دايما في اختيارنا في الانشطه بتاعتنا بتاعت اللجنه ان احنا بنختار اللي فعلا الطفل يستفيد بيه ويطلع معاه بنتيجه. دايما اللي احنا نطلع منه حاجه مش موجوده او مش متوفره بالنسبه له او معلومه مبهمه. هي دي افكار حضراتكم استاذه يعني. انا قلت لحضرتك ان احنا معانا الحمد لله مجموعه من الناس اللي نقول عليهم ان هم كلهم مبتكرين في مجالهم. فبنقدر نستفيد منهم. يعني لو جينا حكينا مثلا ايام الكورونا، احنا معانا دكتوره جامعه استاذه فنون جميله. الحقيقه كانت هي من المبادره اللي احنا عملناها في ايام الكورونا، احنا اشتركنا فيها اللي هي عايزين نخرج من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. عملنا حاجه اسمها رسمه جميله، مصر في عيون اولادنا. ابتكرنا فيها بقى ايه يعني، نهله دكتوره نهله دي استاذه في فنون جميله، الحقيقه هي اللي ابدعت بقى معانا ان احنا اشترك معانا اكتر من 270 طفل من النادي وابعتوا لنا رسوماتهم كلهم. والحقيقه احنا طبعا اخترنا مجموعه من الاولاد على مراحل سنيه معينه، بس الحقيقه كلهم هيتكرموا وتكرموا فعليا. والحقيقه كل الناس كانت مبسوطه جدا، والاهالي كانت مبسوطه ان احنا كنا بنحاول نشغل وقت الولاد ايام الكورونا. كمان من خلال النشاطات دي والفعاليات اللي من النوع ده ممكن جدا تكتشفوا اطفال واعدين وموهوبين، وممكن جدا لما يكبروا يعني احنا بقينا مستغربين ان احنا كنا بنشوف رسومات لاطفال صغيرين جميلة جدا ومتميزة. بعديها كمان بعد المبادرة دي اللي هي بتاعت الرسم، عملنا حاجة اسمها الأهلي كيدز جود تالنت. الأهلي جيتس كود تالنت، احنا بصراحة الموضوع كان حلو قوي، بقينا بقى نتفرج يبعتوا لنا على الميل. مش تعزموني على حاجات؟ والله الحاجات كانت جميلة. ده في رياضة ولا في فن؟ لا احنا بقى نوعنا كل اللي جالنا بقى. كل حاجة جالنا بقى، أغاني واللي يقف على الكورة واللي يعني الرسم طبعا احنا شلناها علشان دي كانت موجودة معانا قبل كده، اللي يغني واللي يمثل واللي الولاد بقى كنا بنستمتع جدا واحنا بنتفرج على الفيديو. أما تلاقي بقى اللي لابس الجلابية وعامل مسحراتي وعامل الطبلة، هم أبدعوا.
يعني الطفل ابدع من جواه. اي نعم في ناس ما كسبتش، بس احنا انبسطنا بيهم وهم كمان انبسطوا ان هم شاركوا في حاجه زي كده قاعدين في البيت. انتمائهم للنادي وحبهم ليه على فكره فعلا هو ده اللي حصل. بعد كده جينا بقى بالمبادره الثالثه اللي عملناها في يعني احنا ايام الكورونا احنا عملنا 3 مبادرات، كانت رسمه جميله في عيون اولادنا، وبعد كده عملنا الاهلي كيدز كوت تالنت، وبعد كده عملنا مسابقه القران الكريم، شجعنا اولادنا طول شهر رمضان ان احنا نشتغل معاهم على القران الكريم. عملنا قسمناها على اساس ان احنا ما نعملش حمل على الولاد ولا على ولي الامر. قسمناها الاجزاء، اللي حافظ القران كله، اللي حافظ نصه، اللي حافظ 3 اجزاء، لحد ما وصلنا اللي حافظ يعني حزب صغير حوالي 5 6 صغير.